بغيت غير نشير لبعض التجارب كما كان إزنزار وعثمان في الجنوب، كان في الشمال ما يشبههم متأطرين بهذيك المرحلة الغوانية وكذا والأغنية الملتزمة وبهذوك الهموم المجتمعية الكبرى مثل مجموعة إصفضاوان تواتون إنو مازيغ. وبالنسبة للإمتلاع، وأنا عندي واحد الحوار طويل جدا مع مؤسس هذا المجموعة اللي هو محمد العلاطي، وتلاقيت به في مدينة أوتريخت الهولندية، مقيم بهولندا. جريت واحد الإمتلاع بعد هما المهاجرين، أمتلوع مهاجر، إمتلاع جمع مهاجرين جمع أمتلوع. هذه الفرقة هذه اللي بدأت في نهاية الثمانينات في هولندا، وخذت يعني خذت لها واحد الموقع في هذاك المشهد الفني اللي تما، ولات كتمشي في تجارب اكثر حداثه. يعني مؤخرا دار واحد التجربه مع الفلامينغو، جابوا دار واحد الفيديو ما بين الاغنيه الامازيغيه وما بين اغنيه الفلامينغو، وهنا ظهر هذاك التجانس اللي كاين في التراث الموسيقي ما بين الضفتين. يعني في نهاية المطاف كنلقاو راسنا بأننا هذا هو المطلوب اليوم. يعني غير واحد الحاجة كمل الفكرة ديالي، غير واحد الحاجة اللي بغيت نشير لها واللي عبر عليها الصديق الفنان محمد العلاطي رئيس الفرقة، قال لك بأنهم اختاروا واحد المغنية من الفلامينغو باش دير تهي ذوك المواويل الأندلسية، ولكن من جاي يقلب على اللي غادي تدير بالأمازيغية ما لقاش. هذا يدل على أننا مازال عندنا واحد التخلف، واحد نظرة دونية للفن غريب. ولإدماج المرأة في هذا رغم أن هذا هو السؤال اللي كان عندي سمحتي لي سيد العيد، وهو الحال ديال الموسيقى الأمازيغية اليوم بالضبط، وخصوصا هذه الفكرة ديال الفيجيون، لأنك لاحظوا اليوم بأن ربما الوسيلة الجميلة لتوصيل هذا الفن هذا للضمان واحد انتشار، يعني نقولوا انتشار اكثر، وهو هاد لي فيجن هادو اللي كيداروا ما بين دي ستيل ديفيرون، واللي حتى الشباب كيبغيوهم، يعني كيسمعوهم بزاف، كيشوفوهم بزاف الى غير ذلك. بالتالي الى اي حد حتى هاد المجموعات اللي ربما عاشت زمن كبير في الفن الامازيغي اليوم حتى هي منفتحه على هاد لي فيجن، ولا لا كتبقى حريصه انها تبقى في هذاك لو ستيل اللي بدات فيه وبغات تكمل فيه؟ اولا بغيت غير نضيف شي حاجه اللي ضاف لها الدكتور، لا يمكن أن لا تضيف. تفضل. كيف لا يمكن؟ ألا أضيف. وهي أن الموسيقى الأمازيغية في حوض سوسيا وحتى في المويا أطلس، الحضور ديال المرأة حضور قوي. هناك مغنية تبارك الله ودادة. المشكل ديال الموسيقى الريفية أن ملي انطلقت مباشرة، بغاو يمشيوا للعالمية مباشرة. وشنو الموسيقى الريفية؟ فهي موسيقى متوسطية بحكم الجوار مع إسبانيا مع إلى آخره. حتى في المغرب انتشرت أبا بينوفا. لا أشتي أبا بينوفا، أنا نقول لك لو كان يدير عايش في الجزائر ما كانش يظهر نهائيا. علاش؟ كان عايش في فرنسا. الوقت اللي عملنا احنا جولة في فرنسا مع ناس الغيوان وفي بلجيكا، لقينا يدير مازال تيقلب على البروديكتور. تلاقينا تعشيتو في المولان روج. المولان روج، اييه المولان روج، وعاود صورت فيه كل 10 سنين